يبدو مكانا جيدا للاختباء. اختباء من ماذا؟ من كل شيء ربما، خاصة من حرارة الشمس التي بلغت حدا لا يطاق العيش فيه. فالحديدة اليوم أكثر قربا للشمس، أو هكذا تبدو لساكنيها. طرق عديدة يحاول بها الناس هنا التغلب على حرارة الشمس المرتفعة، ذلك برش الماء المعدوم أصلا على أجسادهم وأجسام أطفالهم الضعيفة لمقاومة الحرارة، أو بالتمدد خارج منازلهم دون سقف يزيد من حرارة الشمس المرتفعة حد الموت أحيانا، أو بطرق بدائية أخرى. فلا تهم الطريقة بهكذا ظروف وهكذا حرارة، كل ما يهم فقط هو التغلب على هذه الحرارة. فلا كهرباء تساعدهم على مقاومتها أو التخلص منها. انقطاعات متكررة بل شبه دائمة في المحافظة المنكوبة بانتشار الأمراض والمعاناة والحرب، بل الأكثر من هذا وذاك أنها محافظة منكوبة بالميليشيا، ففي مستشفياتها الأكثر حظا يكون من يبقى على قيد الحياة. أما مرافقو المرضى فيحرصون على تخفيف حرارة الجو بهكذا طرق تبدو بدائية، بينما تنتظر هذه المدينة المنكوبة المنهكة من المرض والألم والمعاناة دورها الطبيعي في العيش حياة كريمة بعيدة عن كل ما تعانيه اليوم.